السلام عليكم. خويا معناش وين باتوا اليوم؟ والله تحب تقول حاجه؟ نسوي في فيديو على القريه تاع قريه تزراق عليا. ها معناش وين باتوا اليوم؟ كيفاش نعملوا؟ طحنا امبان. قول لي هاي شفت شوف الجزائر الجيريان اهل الكرم. شوف هاني معدي دو باساج او المجد، لقيت الاخ هذه بعيده قداه من على الشطيبي؟ والله 10 كيلو. وبن عزوز السلام عليكم. السلام ورحمه الله. ناس طيبينك شوف الله تاع القريه ما شاء الله. انا حقتكم الكاميرا تاع النافل صايد. تحب تقولوا حاجه؟ هاي ناس المدينه، شوف الناس تاع الباديه كيفاش دايرين، ناس القريه وقراها كان ناس كيفاش عايشين، واش الاطمئنان اللي عايشين فيه، الراحه، واش كيف الهدوء هذا. انت تحكي على الريف برا احنا البيئه. ها يعني فيها الراحه، الراحه والبيئه مليحه الريف. المدينة فيها الضغط، فيها الغاشي، واحد يفهم واحد ما يفهمش، وديما العرق والمشاكل. اها على تولي تقلق كي تجبد للريف برا كالم بلاصه عاد تروح. هم يقولوا ديما يقولوا تاع الناس المدينه، اسمح لي، يقول لك تاع الدوار. هم ناس الدوار كيفاش دايرين؟ شو وش الخاصيه اللي في الدوار؟ احنا مهما تكون بلاد بلاد، مهما وين تكون دوار مدينه، حب ريف ولا مدينه. يعني يقول لك نديرها يعني البلاد بلاد. بصح بين المدينه وبين الدوار، الدوار يعني وش تسمى بلاصه ملاحه كالم ترتاح فيها. الغالبيه دركا وكنت تروح للمدينة، المدينة فيها ضغوطات والضغط يعني المشاكل ولا تعرف العرق هذيك، ما حتى كنت كيما نقول ولادك مثلا يروحوا للمدينة يسوفجوا لهنا؟ يقول لك وهنا في الدوار تسمى حتى محط الواحد، باش يلقاو الناس العافيه معاها في العافيه. ما كانش عركة، ما كانش مخدرات، ما كانش كاشية، ما كانش مشاكل، جيران متفاهمين. كي تروح للمدينة ساعة ساعة واش تحس في روحك؟ سلام عليكم. سلام. كي تروح للمدينه كيفاش تحس في روحك بارابول هنا كي تجي لهنا؟ المدينه يعني كي تحس بروحك يعني في مدينه. هاك في مدينه صح. كي نرجعوا للكارم نرجعوا للدوار، تقول الدوار شنو من المدينه. صح. لا صفر يشي ولا كيما تحكي لك ولا الضغط. انا الاول انا في المدينه كنا نقعد نعارك في المدينه. ولهنا؟ لهنا بيان. ما كانش يعاودوا بالله. يعارك. لا تسمى الدنيا عافيه بالعربيه. يعني ولد البقعه كيما نقولوا، هذا يعني ولد البقعه كيما يجيش لي ما نجيش. احنا يقول لك انا ولد بلاد، تسمى ديما تاع الناس المدينه اوندري كيقول لك انا ولد بلاد، اوندري عام هذا شافوا راسه، ولد الدوار صار مشي عبد، شاف فيه نورمال. انا نهضر معاك. نقول ولد المدينه عند روحه بتحلى مع ولد الدوار. ايوه. ما لازم نقولها لك، ولد الدوار بتحلى مع المدينه. هكاك نظرك نستعرف فيك اخويا، تعجبني ياك تعجبني كيف طايحين خشان تما هو في الوسخ قلت لك انا ما كاينش الوسخ انا اللي كان شوف اسمع مدينه في رواحها يعني ولد المدينه متحلى. نستعرف فيك لان اقول له نقيوا الوسخ جماعه البلديه في عنابه البوسي جول، شوفها الزيقو عامل حاله، هنا ما كانش الزيقو نظافه، شوف النقاء خويا كانش خلاء. اعوذ بالله، هم محل بين ينوض قالوا وسخ، خليني عييت انا مقي يا نصبح نقول وسخ، عييت خويا قال لي بلاصه نجي لهنا، حاب نجي لهنا اخويا، عييت لتما انا نسكن في المدينه ولا نسكن، المهم انا عييت منها المدينه، قال لي بلاصه نجي. انت يا اخي تزيري هاني تزيري، هاك شوف فيها جاي من السنغال انا ولا من امريكان، هيني باين نحكي معك باللغه تاع الجزائر، احكي هاي حتى يضحك شاف الضحك من قلبك، شاف الناس تضحك، ناس طيبين اخويا، يعني قاعد نشوف تاع المدينه خويا اسكن شايبينها في رواحهم خاتيبل بزاف فوق الطاقه، وهم ندير اسمح لي المسؤول ما هو مسؤول، يقول لك نخدم البلاد وهو البلاد. نقول لك واحد الهضره، هو الكبير غير ربي سبحانه. سبحانه. لا فرق النبي يقول لا فرق بين عربي ولا اجنبي الا بالتقوى والعمل الصالح. يعطيك الصحه. كانش فروقات الدواري، يقول لك انت ولاد الدوار يعني نشوف اني نحب الطبيعه، انا عشت في الدوار ونعرف قيمه الدوار واش معناها. ماشي تاع المدينه كيما انت قلت يشبهها في روحه ولا حاجه. يهدر. نقول لك واحد الهضره تاع المدينه. كاين رجال ما تقولش ما قلتش معايا، ما قلتش عميك قبلت تبدلت. فهمني واش نطيحوا الاغلبيه نحكيو، كاينين متربيين ورجال. انا حكى لي واحد السيد قال لي تاع المدينه الفريه، يعني ولد مدينه صح، قال لي ما يجريسيك ما يعارك معك ما يضرب متربي. هما اللي خرجوا من الدوار منها راحوا للمدينه شنو تحلبوا هكا شويه، يعني هما تنقولوا تاع الدوار كي راحوا للمدينه هما اللي عملوا مشاكل يعني. هما ولاو هما اللي يديروا صافي عليها تحلوا عينيهم كي شغل. ايوا سما لقى الكود هذا عينيهم ولاو بودني. سما هما اللي عملوا في المشاكل في المدينه مالا. جو بونس نقولوا برك لا مش كل يعني السيد مش كل،
ما نجيش نقول لك النزوح الريفي ولا المدينه، ولكن العقليه انا اسمح احنا كنا ساوي. والله شوف ما هي كيستيون تاع دوار، ما هي كيستيون تاع يكون في فيلا. راك تروح لا فيلا دخلت العنابه تشوف لي فيلا الحشك الزيكو تحتهم والوحشيش ماكلهم، ما عندهمش ثقافه النظافه. ما بالك الناس الدوار قاعد نشوف اخويا الدنيا نظيفه، الدنيا خضراء، طبيعه هاديه الهدوء. شكون؟ من المدينه تلا نجيو لهنا سدوا لحقوكم لحقوكم من المدينه يطيشوا لابوبال تاعهم لهنا دي كومبر تاعهم جيبوا حشاك القراعي والشكاي ويطيشها هنا يعني تلقاه عند روح هو يعني انسان يعني تلقاه عند روح بصح تلقاه كي تشوفه كيما كيطيش لك العوج تبقى تحير انت ما ديكلاريو ما تخليوهاش يقولوا رجع ممنوع بيان سير.